صباح النور. حضرتك منورنا في كارت اليكس 2018. ممكن حضرتك تعرفنا بنفسك؟ دكتور هاني محمود عادل، استشاري قلب الاطفال في جامعه اسكندريه، في كليه الطب جامعه اسكندريه. اهلا وسهلا يا دكتور. ممكن حضرتك تقول لنا ايه رايك في كارت اليكس 2018؟ هايل ما شاء الله، الحضور عالي جدا والفاكولتي الاجنبيه كبيره جدا واسماء رنانه والتنظيم كويس قوي. طيب ممتاز، ان شاء الله نفضل مواظبين على ده كل سنه. ممكن حضرتك تكلمنا شويه عن توبيك البرزنتيشن بتاع حضرتك من وجهه نظر البيشنت؟ هو عن غلق ثقب القلب اللي بين البطنين بالقسطره في الاطفال اكتر الوقت. ده عبارة عن زمان كان كل ثقوب القلب ملهاش إلا إنها تتقفل بجراحة القلب المفتوح، جراح بيفتح القلب، لكن في 20 سنة اللي فاتت حصل تطور في الأسطرة العلاجية في أمراض قلب الأطفال وبالذات ثقوب القلب، وفي 10 سنين اللي فاتت حصل طفرة أكتر في غلق الثقوب بين البطنين. إزاي بنقفله بالأسطرة؟ السن المفروض من 4 إلى 6 سنين. أنهي أنواع الثقوب اللي بين البطنين اللي هي أحسن أن تقفل بالقسطرة، وإيه اللي ما تنفعش تقفل بالقسطرة، الأنواع اللي ملهاش حل للجراحة، وكل الكلام ده بالتفصيل يعني هقوله في المحاضرة إن شاء الله. إن شاء الله. ميرسي جدا أن أتحرك يا دكتور. الله يخليك. إزاي حضرتك يا دكتور؟ أهلا بيك. حضرتك منورنا في كارديو أليكس 2018. ممكن حضرتك تعرفنا بنفسك؟ دكتور هاني محمود عادل، استشاري قلب الأطفال، كلية الطب جامعة اسكندرية. ممكن حضرتك توجه رسالة بتتكلم عن الأسطرة العلاجية لثقب القلب، لعلاج ثقب القلب؟ دلوقتي أنا نفسي أوجه رسالة للدكاترة أقول لهم إن ثقوب القلب أغلبها بيتقفل بالأسطرة في مصر كلها وفي اسكندرية طبعًا. وإن بالنسبة لثقوب قلب الأطفال اللي هي بين الأذنين بقت بنسبة مش قليلة جدًا، نسبة كبيرة حوالي 40% بتتقفل بالأسطرة. معدل امان عالي جدا ومعدل نجاح عالي جدا بمضاعفات قليله قوي، فدي مهمه قوي ان يبقى دكاتره الاطفال ودكاتره القلب عندهم وعي بالنقطه دي وانها بتتعمل في اسكندريه بنجاح كبير جدا. معلش مجرد سؤال، هو اشمعنى اسكندريه بالاخص؟ هل احنا عندنا مثلا سبيسيفيك ستاديز شغاله؟ لا انا قصدي ان اسكندريه زيها زي مصر، زي في حته كتير قوي في مصر، انا قصدي يعني مصر كلها، مش محتاجين نسافر مصر ولا اسوان ولا نسافر بره عشان نعمل الكلام ده. فهمت قصد حضرتك، شكرا جدا لوقت حضرتك يا دكتور. العفو، الله يخليك.